وهذا يخلق نوعا جديدا من عقلية الحرب الباردة في المحيط الهادئ بين روسيا والصين. وبينما تدعي الولايات المتحدة أن العالم حر، ستنشئ والولايات المتحدة بصراحة وللأسف من السهل جدا إنشاء هذه الأنواع من التقسيمات، لأنه في ظل إطار عمل متعدد الأطراف أكثر خسارة في آسيا. ومن الصعب جدا على الولايات المتحدة اتخاذ مواقف حازمة. من السهل جدا كيف يمكن أن تجرب الحرب الباردة، لقد جربوها مع روسيا وفازوا بها، ولهذا فهي تحاول التكيف واتباع نفس نمط الحرب الباردة في الماضي ورميها في المستقبل.